بعيدا بقى عن الكوره، وواحده من الرياضات الشيك جدا وهو التنس. والتنس بيمتاز ان اللعيبه بتاعته على المستوى العالم عندهم جماهيريه كبيره جدا، والناس مرتبطه بيهم بشكل كبير جدا. وهنا دي بتيجي نقطه قوه الرياضه، ان لما تكون احيانا للاسف بتتصدر مشاهد من داخل ملاعب مش احسن حاجه، بيجي بقى لا دايما يجي مشهد كده هو اللي يكون بيتصدر المشهد، وهي لحظه اعتزال رافائيل او لحظه اعتزال روجر فيدرر والتاثر الكبير لمنافسه على مدار السنين كلها نادال بالمشهد ده. طبعا اللقطه دي كانت منتشره على مدار الساعات اللي فاتت على السوشيال ميديا، وخلينا نقول لكم تصريح لروجر فيدرر واللي قال: لن انسى ما فعله نادال من اجلي طوال حياتي. شدد روجر فيدرر نجم التنس السابق على انه مش هينسى ابدا اللي عمله رافائيل نادال خلال مباراه اعتزاله للتنس، وقال فيدرر ان هو اتكلم مع نادال بعد بطوله امريكا المفتوحه واستنى البطوله تنتهي والتحضيرات علشان يكون بيقول له خبر اعتزاله، وان هو فكر كتير قبل ما يكون بيخطط لاي حاجه بعيدا عن البطوله، واستمر بقى في الكلام وقال: قلت له من خلال التليفون ان في نسبه 50% ان احنا نكون بنلعب مباراه زوجي مع بعض، وهو قال لي ان هو هيعمل اي حاجه عشان يكون موجود معايا وان كل حاجه مميزه بالنسبه له، واظهر له مجددا مقدار ما يعنيه او تعنيه الصداقه اللي ما بينهم وما بين بعض. كمل كلامه وقال: بعتقد ان هي كانت قصه جميله بيننا للتنس وللرياضة بشكل عام، وأظهرت أن من داخل أقوى المنافسات في النهاية هو مجرد تنس، وبيكون قاسي في بعض الأحيان، ولكن على الجانب الآخر بتكون المنافسة ودية. لقد كان جهد كبير جدا لا يصدق، واللي فعله رافا عمري ما هنساه طول حياتي. وقال كمان: لقد رأيت صورة نادال، أعتقد أنه في تلك اللحظة كان بيبكي بشكل كبير جدا، وأنا عارف كل حاجة دارت في ذهنه، وساعتها أنا كنت بشعر بسعادة اللي عشتها في اللحظة دي، عمري برضه ما هنساه، وبعتقد اني لمسته واثرت فيه وقلت شكرا رافا في سري. يعني مشهد بصراحه مميز جدا، واعتقد هي دي الروح الرياضيه. طول الوقت بيقول الروح الرياضيه، بنعمل ريفرنس للروح الطيبه من خلال الرياضه. فللاسف لما بنشوف رياضات ممكن او رياضيين بيصدروا طاقه تانية خالص بعيده عن دي، بنبقى متضايقين جدا، لان دي الحقيقه، ده المشهد الحقيقي. ما حدش يتخيل المنافسه الكبيره من جدا من ابطال العالم بيدوا درس سلامز وبطولات وارقام قياسيه بيتنافسوا عليها بقالهم سنين، ولما يجي بقى منافسك الكبير ده يعتزل تبقى بتعيط كان حاجه جايه فيك انت. فتحيه وتقدير ليه، وكويس ان احنا عندنا رول مودلز كده لاولاد الصغيره. دي لغه الرياضه يعني. هو ده اللي المفروض ان احنا نصدر عليه المشهد طبعا. مش لازم دايما نصدر المشهد على السلبيات. انت بتتكلم في ابطال عالم يعني، ورول موديل فعلا زي ما بنقول. وقد ايه كانوا مؤثرين يعني في التنس، وفي التنس الارضي طبعا. فاعتقد ان كانت من اجمل اللقطات خلال الاسبوع اللي فات.